حلقتنا اكيد بالكلام عن منتخبنا الاول وحرس الجهاز الفني مع كابتن حسام البدري على التواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول بعد تعرضه للاصابه خلال مباراه فريقه امام توتنهام. وقال محمد ابو العيله طبيب المنتخب انه تواصل مع الجهاز الطبي لليفربول واطمن على اللاعب. يعني من خلال مصادرنا محمد صلاح بحالة جيدة، وتم اتصال تليفوني ما بينه وما بين كابتن حسام البدري، وأكد له أن الكدمة بسيطة، ممكن يغيب عن المباراة اللي جاية بس مع ليفربول عشان ياخد راحة، ولكن هو بخير وإن شاء الله هيجي يوم 11 لمصر وينضم بإذن الله لمعسكر منتخبنا الأول. كمان أكد محمد أبو العلا أن إصابة صلاح بتبدو أنها الإصابة القديمة نفسها في كاحل القدم، وهناك تنسيق بين الجهاز الفني للمنتخب وأكيد مع كمان ليفربول وتقديم تقرير بقى عن حالة اللاعب.